مانو كيف بدي فهمك؟ قبل ما تفكري ترفض العرض على القليل شوفي مولانا كيف تصرف. حط مشاكله الشخصية مع جانج دهراو على جنب وعرض كبرياءه وسمعته للإهانة وقبل بهذا الزواج بس مشانك. وفوق كل هذا الشيء وكل هالتنازلات يلي قدم لنا اياها بالاخير انت عم ترفضي؟ انت مو سألاني عن كرامتنا؟ تأكدي انه اذا عرف الملك بهذا الحكي وقتها انهى. تعرفي انا شو رح ساوي؟ وقتها بقتل حالي وبخلص منك. لا تقول هيك بابا، انا بموت حالي وما يصير لك شيء. طيب بترجاكي يا بنتي انك تقبلي بهي الجوازة كرمال خاطري وما تكوني عنيدة مثل الاولاد الصغار. وصدقيني حبيبتي وقت اللي بتنطلب البنت معناتها هي مالها صغيرة يا بنتي. الملك جانج دهراو مانو سيء مثل مالك متخيلة، صدقيني. تذكري هو ما قدم هي الأضحية بس لأنك اعترضتي على هذا الشيء. يعني إذا هو ما قدم أضحية لازم يخليني ضحي كل عمري؟ يعيش الملك، مولانا بيبعت لك أحر السلام وهو بيتشرف بطلبك لبنته. وبهالمناسبة حب يقدم لك شوية هدايا ويا ريت تقبلهم. هدول من كرمك. قبلتهم